حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية بالعناوين. إذن مشاهدينا، لربما من الصعب أن نتحدث في هذا الوقت عن شخصية كبيرة كشخصيات سماحة السيد آية الله العظمى محمد باقر الحكيم قدست نفسه الزكية، فعندما نتحدث عن سماحته إنما نتحدث عن سلسلة متواصلة من العطاء والتضحية، فهو خير خلف لخير سلف، فعشرون عام لم تنسى مواقفه ولم يضمحل عطاؤه، كان رمزا للوحدة الوطنية والدينية، عمل عملا دؤوبا جاهدا نفسه، لكنه لم يعمل لمذهبه فحسب، إنما توسع إطار احتوائه ليشمل عمله خدمة للعراقيين جميعا. هو الشهيد الحي الذي اختتمت مسيرة حياته في أطهر وأقدس مكان وزمان، أرجت روحه بعد تأديته صلاة الجمعة في شهر رجب الأصب، شهيد المحراب في زمن ذل الموت. وفي ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، وبعد أو يعد شهيد المحراب بسيرته الجهادية وكفاحه ضد الطغيان، يعد الرمز الوطني الجامع ومدرسة نضال لما يمتلكه من إخلاص وجهاد ونفاذ بصيرة، فرغم تكالب أزلام البعث وتقويضهم لتحركاته التي كانت جميعها تدلل على روح التضحية في مقارعة سلطة النظام الدكتاتوري ونثر بذور مشروع الدولة المؤمنة بالديمقراطية، فقدم دمه الزاكي قربانا للوحة أو للوحة نصر كبرى يكون فيها العراق حرا أبيا لا تحكمه أغلال البعث المجرم المقبور، ويكون سيد نفسه. ولهذه المعادلة كرس سيد الشهيد الحكيم جل حياته وانشغاله، سواء في المهجر أو عند عودته لأرض الوطن. إذن مشاهدينا، أحر التعازي لكم بهذه الذكرى الأليمة. في ليلة الشهادة لقائد الأمة الإسلامية في عصره، صاحب المنهج والفكر الذي أخذ بهما يد العراقيين لخلاصهم من ويلات الحروب والفتن والطغيان، مسيرته كانت مفعمة بعطاء جهادي يندر مثيله في زماننا المعاصر. واجه الطغاة بشجاعة لإنقاذ بلده من حيفهم وجبروتهم، وسعى لإصلاح الأمة تربويا واجتماعيا وسياسيا، فسلام الله على شهيد هذه الأمة وقائدها. مسيرة الجهاد في سبيل الله اختتمت بهجرة إليه من محراب العروج إلى مقامات علا. لقد انتهت هذه المسيرة المباركة متوجة بالشهادة، ففي مثل يوم غد الأول من شهر رجب الأصب لعام 2003 امتدت يد الغدر والإرهاب لتنال من سليل المرجعية والإسلام بقتلها العالم المجاهد السيد محمد باقر الحكيم. فلقد كان الشهيد شخصية جامعة بين العلم الفقهي وقيادة الأمة، فقض مضجع الظالمين لما تميز به من صفات عصى على الدكتاتور الخنوع له والخضوع، ليرتقي الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلى قيادة الأمة والتصدي للعفارقة البعثيين وما لحق به من أذى في سجون النظام ومعتقلاته. لقد نذر نفسه الزكية للعراق والعراقيين على اختلاف أجناسهم ومذاهبهم، وحمل في فكره الهم الأكبر تحرير العراق من ظلم الطغاة. سعى شهيد المحراب في حياته المباركة إلى خدمة أبناء شعبه بما يدعم قضية البلد التي حملها معه في حله وترحاله، حيث كان يدين النظام الصدامي بحكمته، وأسس سماحته الجمعيات والمؤسسات الإسلامية والخيرية بما تخدم البلد وشعبه وتحررهم من عبودية الأفكار المضللة التي تسير بهم إلى الرضوخ لديكتاتورية الظلم الصدامي. انتهت حياته بين العلم والجهاد مقطع الأشلاء على يد الخيانة، فلقد هوى نجما من نجوم العلم في سماء الفقه ناصرا للإسلام بما يملك من الغالي والنفيس. نهى الشمري، الأيام الفضائية.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن هذه الذكرى وهذا الموضوع نرحب سوية بضيوفنا الكرام بالصوت والصورة من بغداد، عضو الهيئة القيادية للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ محمد تقي المولى. أهلا بكم سماحة الشيخ. كما نرحب بخادم شهيد المحراب السيد أبو ضياء الصغير. أهلا بكم السيد أبو ضياء. أبدأ معكم سماحة الشيخ محمد تقي المولى، بداية ونحن نحيي هذه الذكرى الأليمة نود أن نتحدث عن هذه الشخصية ولو الوقت قصير ربما، لكن ما مدى بداية ما مدى عمق الأثر الذي تركه السيد الشهيد قدست نفسه الزكية في العقل والوجدان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. تمر علينا هذه الأيام ذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه في 1 رجب يوم الجمعة في صلاة الجمعة في باب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه السلام وعلى آله. هذا السيد العظيم السيد الكبير رضوان الله تعالى عليه استشهد في 1 رجب، والسيد الحكيم لا يستطيع الإنسان أن يعرفه بدقائق أو بساعات أو بكتابة أسطر. كان السيد الحكيم حياته مملوءة بالعمل والجد والجهاد من أول ما دخل الميدان. في ميدان العلم هو عالم كبير ومجتهد، وعمل وكتب وقدم أفكار مهمة وكتب مهمة في النظرية الإسلامية، عند كتب كثيرة في النظرية الإسلامية في معظم المجالات لعله. عندنا ما نأتي إلى فكر السيد الحكيم شهيد المحراب نرى أنه موسوعة كبيرة في الفكر وفي العلم وفي الثقافة الإسلامية. عندما نأتي إلى الجهاد أيضا كان رجلا مجاهدا كبيرا ضحى من أجل الإسلام وقدم التضحيات الكبيرة والكثيرة وقدم إخوانه وأولاد أخوته وأرحامه شهداء في هذا الطريق. من أول يوم بين اسمه الحقيقي بدون كنا بدون كذا أنه لا يخاف من صدام، أنا سيد محمد باقر ابن سيد محسن الحكيم وأنا أحارب هذا النظام وأضحي من أجل الإسلام من أجل عقيدتي. سيد الحكيم عمل مع بعض أخوانه وأصدقائه وزملائه وطلابه في هذا المجال، وكان السيد الحكيم اهتمامه جل الاهتمام بالعراق وبالقضية العراقية ويضحي من أجل القضية العراقية. في نفس الوقت أن السيد الحكيم كان قلبه يسع كل العراق وما كان يميز بين هذا وذاك، بل عمل من أجل الإسلام من أجل الوطن، عمل
للشيعي وللسني وللمسيحي وللكردي والتركماني وللشبكي والإيزيدي وكل ما كان من جاليات في العراق. هو عمل من أجل العراق وكان قلبه يسع كل العراق، كان يستوعب كل المكونات العراقية، وكان يعمل من أجل تحرير العراق، عمل من أجل تحرير العراق. طيب. وعمل لتصحيح الفكر الصحيح الإسلامي، وحارب حزب البعث الكافر. طيب. وحارب الأفكار المجرمة وعمل لتصحيح الفكر تحديدا الصحيح هذه الإسلامي النقطة إذا تسمح لي والمنهج الإسلامي الصحيح وأعطاها وكان يشارك جانب تصحيح الفكر. ركزت على هذه النقطة. فضل. يعني سماحة السيد شهد المحراب كان صاحب مشروع ثقافي، بل هو مشروع ثقافي بحد ذاته، كيف تبلور هذا المشروع لأسباب تتعلق بنشأته، ظروف حياته، أم ظروف البلد بشكل عام؟ طبعا عندما السيد الشهيد المحراب عمل مع أستاذه آية الله العظمى السيد محمد باقر الصادر رضوان الله تعالى عليهما لنشر الفكر الإسلامي الصحيح ومحاربة الأفكار الهدامة والأفكار الغير صحيحة، فكر الحزب الشيوعي وكتابة اقتصادنا وكتابة فلسفتنا، عندما يكتب الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه يذكر حظوظ المفدى سيد محمد باقر الحكيم الذي كان يساعده في نشر هذه الأفكار وكتابتها. السيد الحكيم عمل جادا لتصحيح الفكر الإسلامي، لأن ذيك الأيام اللي كانت أفكار حزب البعث وأفكار أخرى مجرمة داخل الفكر الوهابي وغير ذلك، فكان دائما في محاضراته يركز على الفكر الإسلامي الصحيح. كان مشروع من مشروعات من مشاريع السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه إعطاء الفكر النقي، إعطاء الفكر الصحيح دائما، ونشر هذه الأفكار الصحيحة على خط أهل البيت. كان يعطي فكر الأئمة عليهم السلام، فكر الإمام الصادق عليه السلام، الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم وآلهم دائما في الساحة. وكان يذكر أيضا أمثلة، وكان يبين أن هذا الفكر الصحيح وهناك بعض الأفكار الغير صحيحة، وهذه الأفكار الغير مقبولة، وهذه الأفكار الدخيلة، وأن هذه أفكار غير إسلامية أيضا كان يبينها، ويبين أن هذه الأفكار ساقطة. طيب. وأن هذه الأفكار الجهنمية المجرمة لابد أن ما تتبعوها. طيب أعود لك سماحة دائما يركز في موضوع المرأة. نعم. مثلا. نعم. الفكر الصحيح. أعود لك إلى علاقته. نعم. بالسيد الصدر قدس كان يبين إذا الفكر لي. الصحيح. أعود لك إلى هذه النقطة سماحة الشيخ، لكن أرحب مرة أخرى بكم سيد أبو ضياء. نعم. كنا نتحدث بداية هذا الملف عن حياة السيد ونشاطه، مشروعه الثقافي والسياسي وغيره قبل هجرته إلى خارج العراق، لكن ما بعد الهجرة ما هي مميزات نشاط شهيد المحراب من الجانب الثقافي خصوصا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولضيفكم العزيز سماحة الشيخ المولى حفظ الله ورعاه، ولا بد أن نعزي أبناء شعبنا العراقي والعالم الإسلامي بهذه الذكرى الأليمة، وكذلك لا ننسى رفيق الدرب هي الحاجة أم صادق رحمه الله التي ارتحلت منذ أيام
بعد عناء طويل بانتظار اللحاق برفيقها وزوجها الكريم سماحة شهيد المحراب. وكذلك نرجو من أبناء شعبنا والمستمعين أن يدعوا إلى سماحة نجله الأكبر سماحة السيد صادق الحكيم الذي يمر بحالة صحية حرجة، ونعزي أبناء شعبنا العراقي بصفة عامة بهذا اليوم المبارك، وهي أيام الشهداء ولحظة استشهاد أو يوم استشهاد شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم. أصبح العراقيين يوم رسمي بعنوان يوم الشهيد ولكل الشهداء. بالنسبة لشهيد المحراب، كان رجل يتمتع بقوة كبيرة جدا وجهد رائع وخلاق ومبدع في كل أوقاته، منذ أن عرفناه إلى لحظة استشهاده لم يكل ولم يمل لحظة واحدة. منذ أنا خادمكم وخادمه الحمد لله والشكر وأفتخر بهذه التسمية، عملت معه منذ سنة 1981 إلى لحظة استشهاده، لم أراه يوما يتغير من الجد والجهاد في عمله والقوة التي كان ينطلق بها. الحمد لله كان يكسبها وقد كسبها من والده المعظم الإمام الحكيم رضوان الله عليه، ومن أستاذه الكبير شهيد الصدر السيد محمد باقر الصدر الذي كان يذكره في كل خطاباته وتعلم منه ومن والده وبقية مراجعنا الكثير الكثير، وكان يعلمنا بعض القضايا. ثقافته ثقافة إسلامية كبيرة ومتطورة جدا قل نظيرها، حتى بالنسبة لمشروع الفكري والثقافي. سيد أبو ضياء، فعلا بعد هجرته إلى خارج العراق انتقل هذا المشروع الفكري إلى مستوى آخر، بحيث أصبح هذا الفكر كمؤسسة ما زالت عطائها مستمر إلى اليوم. حمل هذا الفكر الذي تتفضلون به سماحة السيد، حمل عدة أفكار ونجح بها. أولا الفكر الثقافي، ثانيا الفكر العسكري، ثالثا الفكر الجهادي، ثالثا أو رابعا أو عدة مسميات الفكر الخدماتي للأمة، وكذلك الثقافة الدينية واختصاصه بعلوم القرآن وتفسيره ودراسته. هذه الأفكار كلها نجح فيها وبقوة وبشجاعة، وتصدى لها في كثير من القضايا وتصدى لعدة مشاريع وأساليب خاطئة كانت عند المجتمع، ووجه المجتمع بصفة عامة خصوصا عندما دخل العراق الثقافة العامة لأبناء الشعب العراقي التي سلبها النظام الطاغية صدام من أبناء شعبنا وأشغلهم بالحروب والدمار. وللأسف الشديد مرت على بلادنا عشرات السنين من الظلم والقهر. كان لشهيد المحراب رؤية كاملة وثقافة عامة أنه الشعب يجب أن يحكم البلد وليس الاحتلال، الذي جاء الاحتلال ووضع دستورا من جانبه فقط أنه سوف يحكم العراق بكذا وكذا قانون، ولكن لكن إذا تسمح لي قاطعك يا سيد أبو ضياء، قبل هذه المرحلة كيف تمكن شهيد المحراب من استقطاب أبناء الشعب العراقي والتفافهم حوله أو حول مشروعه الفكري والديني والسياسي، رغم وجود تيارات مختلفة كانت راسخة عند المجتمع العراقي آنذاك؟ الأخوة اللي كانوا عايشين بجانبه أو الذين عملوا معه، حتى الأخوان الذين كانوا يتواجدون في المهجر، كانوا يعرفون أن شهيد المحراب لم يكل ولم يمل واستمر في عمله وشجاعته وتصميمه وإرادته القوية في إنجاح هذه المشاريع، وهو الذي لم يتراجع يوما واحد في كل حياته. أصر على هذه الثقافة ومضى بها وبكل قوة، وأسس مدارس علمية وأسس مؤسسات بين الخدماتية والثقافية والعسكرية، وانطلق بهذه المشاريع إلى أن أثبت للجميع أن هذا الرجل أخلص لبلاده ولمذهبه، ولم يتناول شيئا خاصا به أو
مع احترامنا لعائلته الكبيرة جدا لم يكن ينادي باسم عائلتي، فقد نادى باسم العراق وباسم المذهب ونجح في هذه القضية واستقطب من الجميع مكونات الشعب العراقي مثل ما تفضل سماحة الشيخ المولى من الأكراد والعرب والتركمان والأقليات حتى المسيحيين حتى الشبك حتى كثير من بعض المكونات الصغيرة الموجودة في شعبنا، فكان يعتبر أن هؤلاء يجب أن يشاركوا، الكل يجب أن تشارك وأن تساهم في إنجاح العراق والسيطرة من عليه ودفع الحمد لله والشكر المكروه عن العراق ونجح في إسقاط صدام حسين. أعود لك مرة أخرى سماحة الشيخ، كنت تتحدث عن العلاقة ما بين السيد الشهيد الصدر وكذلك السيد الحكيم قدسة نفسهما الزكية، لكن هل فعلا كانت هذه العلاقة ما بين الصدر والحكيم أكثر من علاقة طالب بأستاذ؟ أستاذ وطالب من جهة، وكان علاقة زمالة وزميل لكما كان يعبر عنها الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر عضو ذي المفدى، يعني مو قضية أنه يبين أن هذا طالب من طلابي المفدى، بل يبين عضو ذي المفدى أنه معه في كتابة النظرية الإسلامية وفي كتابة ومعالجة الأفكار وبيان الشهيد الصدر والسيد محمد باقر الحكيم لبعض الأفكار الهدامة حتى تروح ذن الأفكار، كان الذي يهتم بذن الأشياء كثيرا هو وسوية، كانوا يعملون أنه زميل كأخوة وبيان النظرية الإسلامية ومحاربة الأفكار المنحرفة مثل الفكر الشيوعي آنذاك، ثم بعد ذلك هدم فكر حزب البعث المجرم. طيب السيد الصدر كان يعول على استمرار مشروعه ما بعد رحيله باعتبار أنه نعم. كان يتوقع هذه الشهادة، فعلا استمر هذا المشروع بوجود السيد الحكيم؟ أعيد لك السؤال إذا تسمعني سماحة الشيخ، السيد الصدر قدسة نفسه كان يعول على استمرار مشروعه الثقافي الفكري الديني والجهادي كذلك وسياسيا، فعلا استمر هذا المشروع بعد رحيل السيد الصدر بوجود السيد الحكيم؟ يبدو أن الصوت لا يصل إلى سماحة الشيخ. أعود لك بذات السؤال سيد أبو ضياء، هذا المشروع استمر من السيد الصدر إلى السيد الحكيم، استمر فعلا باعتبار السيد الصدر كان متأكدا من اغتياله أو إعدامه من قبل النظام المقبور؟ بالتأكيد طبعا، الأفكار التي حملها شهيد المحراب لم تكن غريبة أو بعيدة عن فكر الشهيد الصدر، فهو تلميذ للشهيد الصدر محمد باقر الصدر وكذلك أخيه وعضه المفدى، وحمل هذه الأفكار وجمعها وتبنى المسؤولية وتبناها بكل قوة وبكل شجاعة وانطلق بها، والكل شاهد على هذه الحالة، والكل كان يرى الشهيد الصدر طبعا من المقربين للشهيد الصدر وطلبة ومحبي الشهيد الصدر رضوان الله عليه، كانوا يرون أن الشهيد الحكيم هو الأقرب والأكمل تقريبا لحمل هذه النظريات التي كان يحملها الشهيد الصدر ودافع واستشهد من أجلها، والحمد لله تمسك بها الشهيد الحكيم واستمر بها واستشهد كذلك من أجلها. طيب جانب آخر مهم يعني كنا نتحدث به معك، ما سبب إصرار على ضرورة التكاتف والتلاحم مع بقية الأديان والطوائف والمذاهب الإسلامية الأخرى؟
طبعا الكل يعلم ومشاهدين يعلمون وحضرتكم أنه الشعب العراقي مجزأ من قبل يعني مكونات الشعب العراقي كثيرة جدا. صحيح قد تكون للشيعة النسبة الأكبر في تواجد، ولكن يوجد هناك الأكراد، ويوجد هناك التركمان، ويوجد الإيزيديين، ويوجد المسيحيين والشبك، وكثير من المكونات الدينية والقومية كالعرب والأكراد والتركمان والسنة والشيعة، وكل هذا خليط يجب أن يتجانس لكي نحفظ عراقنا الواحد. والحمد لله عمل بها وبكل قوة. طرحت بعض الأفكار للأسف الشديد من البعض لكي يصبح العراق متجزئ، هذا مكون سني وهذا مسيحي وهذا كل من يأخذ، قلت لي يقول، وهذا مكون شيعي، كل من يأخذ له جزء من العراق ويتجزئ العراق، ولكن كان يقف بوجهها وبكل قوة لخدمة العراق ولخدمة بلدنا. والحمد لله نجح وبكل قوة، كان يطالب بها في جميع المؤسسات الدولية ليس فقط في العراق. صحيح كان الهم الأول هو الشعب العراقي، ولكن كان يضغط على المؤثرين على القرار العراقي، وبالخصوص الأمم المتحدة ومجلس الأمن وحقوق الإنسان التي كان يدافع عن أي حق أي مظلوم. نتحدث بهذا الجانب يمكن بملفنا الآخر سيد أبو ضياء، لكن أعود مرة أخرى إليكم سماحة الشيخ إذا تسمعني. وبالنسبة لدعوة السيد الحكيم قدسة نفسه الزكية إلى ضرورة تكاتف وعمل مشترك ما بين مختلف الطوائف والأديان والمذاهب الإسلامية في العراق، هل كان هذا يثبت ويعني امتلاك فعلا مشروع سياسي وطني ديمقراطي في ذلك الوقت؟ السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه عمل من أجل كل العراق ومكونات العراق جميعا، ولهذا كان يدعو إلى الوحدة الإسلامية، وحدة الإطار الإسلامي، وأيضا يطرح مشروعا وثقافة أن يستوعب الجميع، وكما كان يطرح الفكر الصحيح، خط أهل البيت عليهم السلام، أفكار الأئمة، كان كذلك يطرح الوحدة الإسلامية والإطار الإسلامي الذي يجمع، ويراعي المسيحيين ويراعي الإيزيدية ويراعي الآخرين في العراق، حتى يكون مشروعه مشروعا متكاملا، وأن كل العراقيين يتجاوبون مع هذا المشروع، ويكونون كل العراقيين يدا واحدة لمحاربة الفكر الهدام، ويحاربون حزب البعث المجرم. والسيد الحكيم شوف مثلا من أول يوم اللي بدأ أرسل وفدا إلى جنيف إلى الأمم المتحدة مع أخيه حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد العزيز الحكيم، مكون الوفد من عرب وأكراد وتركمان وإيزيدية ومسيحيين وصابئة، حتى ذهبوا وكل يدلي بشهادته عن ظلم هذا النظام، عن تعسف هذا النظام، وأن هذا الشعب مظلوم، مو أنه يقتل فقط العرب، لا بل الأكراد أيضا، مو فقط الأكراد يقتلهم، لا بل يقتل المسيحيين ويقتل الإيزيدية ويقتل الآخرين، وهكذا ذهبوا وأدلوا بشهاداتهم. سيد الحكيم هو أيضا التقى مع الأمم المتحدة مع ديكولار، وبين ظلم النظام وتعسف النظام واعتدائه على كل الشعب العراقي. السيد مشروعه السيد الحكيم كل العراق، مو جزء من العراق، مو قضية قومية، مو قضية مذهب يدافع عن الشيعة فقط، كان يعمل
من أجل كل العراق، ويطرح مسألة العراق ومسألة إنقاذ كل العراق من حكم الفاسد حزب البعث المجرم. فهذا الموضوع كان يتطلب كل العراقيين يتعاونون معه. الشكر الجزيل لكم عضو الهيئة القيادية للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي يا سماحة الشيخ محمد تقي المولى، كنت ضيفا كريما، شكرا لك يا سماحة الشيخ. إذن سيد أبو ضياء أرجو أن تبقى معنا، ومشاهدينا الكرام ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. كرس شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم قدس سره الشريف، كرس حياته من أجل تخليص العراق من حقبة حكم البعث المجرم في مهجره ومن داخل الوطن بعد عودته. عمل بكل ما أوتي من رؤية ودراية بكل المسارات الجهادية التي حققت تطلعات الشعب في إزالة جرثومة البعث، ووضع اللبنات الأولى في بناء الدولة المرسومة بخطوط الدستور. فنتابع. السيد محمد باقر الحكيم قدس سره الشريف، حكيم الثورة والدولة الذي امتد نشاطه لأكثر من نصف قرن من الجهاد والتضحية والأدوار المحورية في تعبئة كل الطاقات الموجودة داخل العراق وخارجه، فكان سنينه معبأة ومثخنة بالأحداث والتطورات التي امتازت بصعود الخط البياني لقوة المواجهة ضد التصرفات الهمجية لحزب البعث المقبور والموصوفة بغير المسؤولة. فامتازت تلك المدة التي تصدى فيها شهيد المحراب بتعاظم نشاطها على كافة الصعود والمستويات، الأبرز فيها مرحلة الجهاد من الخارج التي شهدت تقييم الوضع في الداخل ورسم الخطوط الاستراتيجية الثابتة للعمل. فكان قدس سره يرفع صوته ويبرق برسائله ومذكراته إلى الأمم المتحدة وملوك الدول العربية والإسلامية لتبيان مظلومية الشعب العراقي. وما بعد سقوط حكم المباد عاد السيد الشهيد الحكيم إلى العراق ليستكمل مشروع الجهاد من الميدان إلى السياسة بنفس المنهج والهمة، بما يوصل البلاد إلى نقطة يمكن معها تأصيل الرؤية الإسلامية في العمل السياسي، ويرسي دعائم الديمقراطية بعد سنين طوال جثم فيها صدام وجلاوزته على مساحات الحرية وأحكم قبضة الدكتاتورية. ورغم غمرة هذه الأحداث تمكن شهيد المحراب من استيعاب تطوراتها وقرب الجميع من المساحات الآمنة التي تماخض عنها كتابة دستور بأياد عراقية منتخبة. لكن أيتام البعث لم يرق لها الناتج المتحقق، فاغتالوه بجريمة لا يزال الخزي والعار يلاحق مرتكبيها، والتحق شهيد العراقي مضرجا بدمه يشكو ظلم الطغاة المارقين. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن هذا الملف وهذه الذكرى مرة أخرى نرحب بضيفنا الكريم بصوت وصورة من بغداد، خادم شهيد المحراب السيد أبو ضياء الصغير. أهلا بكم مرة أخرى، وأيضا الترحيب بعضو المكتب السياسي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد أمين الغزي، انضم لنا عبر سكايب من ذي قار بعد قليل، وأهلا بك مرة أخرى سيد أبو ضياء. والآن نتحدث في هذا الملف عن الجانب الجهادي في شخصية شهيد المحراب واعتبار محاربة النظام البعثي بالواجب الشرعي. منذ اللحظات الأولى الذي خرج سماحة شهيد المحراب من العراق، أول أفكاره كانت هو الجهاد العسكري ضد الطاغية صدام،
أو تشكيلات المجموعات العسكرية في داخل العراق طبعا. ومنذ البداية عمل بها يعني في نهاية سنة 80، وتوفق فيها في سنة 81 في تشكيل قوة نواة عسكرية بسيطة بدائية كانت لإخواننا وأحبائنا الموجودين في الجمهورية الإسلامية من المهاجرين والمهجرين في ذلك الوقت، وكانت أول تشكيلة للمعارضة العراقية عسكريا وبصراحة وبكل قوة. وانطلقت منذ تلك اللحظات إلى عدة مجاميع في داخل العراق بالتعاون والتنسيق تام بين المجاهدين، ونجح فيها وبشكل كبير إلى مدة إلى أن تأسس فيلق بدر الظافر في ذلك الوقت كان اللواء، ومن بعده أصبح فرقة إلى أن أصبحت منظمة كبيرة وحققت الانتصارات والانتصارات في معارك كثيرة، والمجاميع في داخل العراق حققت انتصارات وضربات قوية لقوات أزلام النظام، والنجاح الكبير في كثير من هذه الحملات أو المشاركات التي كانت في ذلك الوقت. ومن ضمنها على الأقل ما يذكر أنه تم قصف القصر الجمهوري في بغداد ولعدة مرات من قبل المجاهدين الأبطال، وعمليات كبيرة شهدتها أيام الهور والبصرة والعمارة والناصرية وبغداد وحتى النجف وبعض المناطق من هنا وهناك. هذه كانت أحد القضايا الأساسية في عمله، ونفس الوقت كانت طبعا لا يترك الجانب العلمي والجانب الثقافي، فكانت عدة محاور يعمل بها، والحمد لله توفق هذا العمل وبالذات العمل الجهادي. وما نشاهده وما شاهدناه في هذه السنوات وبالخصوص أيام العصيبة والمؤلمة أيام الدواعش، فقد كان لتلاميذ شهيد المحراب الكلام الأول والقيادة الأولى، وكثير من المجاهدين وأخص بالذكر الحاج أبو مهدي المهندس مهندس الانتصارات وكثير من المجاهدين الأبطال، فهم عملوا في المدرستين مدرسة الشهيد محمد باقر الصدر ومدرسة الشهيد محمد باقر الحكيم قدست نفوسهم الزكية. هذه النواتين أو هذه التشكيلين هم تشكيل واحد. نرحب بعضو المكتب السياسي المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد أمين الغزي، انضمنا مباشرة عبر سكايب من ذي قار. أهلا بكم سيد أمين، وحر تعازي لكم في هذه الذكرى، ونحن نتحدث عن الجانب الجهادي في شخصية سيد شهيد المحراب قدست نفسه الزكية، وخصوصا بمرحلة ما بعد هجرته خارج العراق. إلى أي درجة تصاعدت هذا النشاط الجهادي وخط الجهادي الذي يوصف بأنه اتخذ منحى آخر، إلى أي درجة يعني تصاعد إلى مستوى أعلى؟ أهلا وسهلا جنابك الكريم وبالضيوف الأعزاء، وأعظم الله أجورنا وأجوركم بحلول هذه الذكرى الأليمة على قلوبنا، ذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم. بصراحة السيد الحكيم كان مدرسة وكان أمة في رجل، استطاع بعد أن انتقل إلى الجمهورية الإسلامية بعد خروجه من العراق إلى سوريا ومن ثم إلى الجمهورية الإسلامية، استطاع وأعتقد هو الشخص الوحيد الذي استطاع أن يوحد صفوف المعارضة، وكما تفضل أخينا العزيز الحاج أبو ضياء أنه بدأ بتشكيل الكفاح المسلح ووحد صفوف المجاهدين، وبفضل الله وبركات جهوده والأخوة الخيرين المجاهدين استطاع تشكيل فصيل لواء، إلى أن الله سبحانه وتعالى وفق وكان تشكيل فيلق بدر الذي كانت له صولات وجولات في مطالعة النظام في الاستبداد. والحمد لله رب العالمين كان الجميع يلتف حوله، ليس فقط فصائل المقاومة، ليس فقط المجاهدين الإسلاميين، بل حتى القوى الوطنية كانت ترجع إلى السيد الحكيم وتلتف بآرائه وبتوجهاته، فكانوا عندما يشتد عليهم يلجؤون ويلتفون حول السيد الحكيم رضوان الله عليه.
طيب في تلك المرحلة يعني كان هناك تراجع للكثير من السياسيين عن قضية محاربة النظام المقبور. السيد الشهيد كان يؤكد مقابل هذا التراجع على ضرورة الجهاد كواجب، بحيث كمقارنة كان يقول أن الصلاة واجبة أن تتم مع الجماعة أو بشكل فردي. هل فعلا اعتبر أن هذه القضية أو المعركة ضد النظام المقبور واجبة كالصلاة؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد أمين. أعود لك سيد أبو ضياء، قضية مقارنة ما بين أن الجهاد ضد النظام المقبور فعلا يوصف كالصلاة بأنها تتم سواء كانت جماعة أو كانت بشكل فردي، إلى أي درجة يعني كان هنا السيد الشهيد مستعدا يقدم حياته أو كتضحية في سبيل قضيته؟ طبعا خب شهيد المحراب واقعا عمل واستشهد بقوله وفعله، فقد عمل منذ اللحظات الأولى على إسقاط صدام، ومرينا بظروف كبيرة في خارج العراق، ظروف قد منها أمنية، والكل في بعض الأحيان تقريبا الكل سحب يده من العراق وترك إلى فترة ما، بعضهم رجع بعضهم استمر في تركه للقضية العراقية وإصراره على العمل الجهادي إلى آخر لحظات استشهاده. فكان ويبدو ان هذا الجهد او هذه التضحيات اتت ثمارها. ودعنا ننتقل الى مرحله العوده الى الوطن سيد ابو ضياء، يعني من اللحظات الاولى للاستقبال الكبير الذي شهدناه باستقبال السيد الشهيد، كيف تصفون هذا التفاعل الشعبي معه، خصوصا طروحات ببناء الدوله ما بعد اسقاط نظام صدام؟ طبعا هذا التلاحم الجماهيري أو هذه الملحمة أو هذا المنظر الذي كنا نراه بعيوننا، وأنا كنت جالس بجانبه في طول السفر من اللحظة الأولى إلى آخر لحظات، كان جميل جدا ومعبر، والكل يعلم في ذلك الوقت لم تكن مواصلات موجودة ولم تكن أموال موجودة لركوب السيارات، ولم يكن إعلام للإعلان أو موبايلات مثل هذا الوقت، كل شيء كان يعني ما موجود بالعراق. ولكن الجمهور الذي رأيناه والجماهير العظيمة الملايين الذي رأيناه من دخولنا الحدود العراقية إلى لحظة وصولنا إلى النجف واستمرارا إلى كربلاء، وللأسف الشديد كان الوضع مهيئ لدخول بغداد أو لزيارة بغداد، لكن في تلك المرحلة كان هناك كم من الأحداث، أحداث حادة وكم كبير من التحديات، كيف تعامل هنا السيد الشهيد مع غمرة هذه الأحداث ما بعد سقوط الصنم؟ طبعا هذه الأحداث كبيرة جدا وكثيرة جدا مثل ما تفضلت. أولا كان العراق محتل 100% من قبل الاحتلال، القوات الأمريكية وغيرها من القوات التي كانت تتواجد، البريطانية واليابانية ومن هذه حسب مجلس الأمن وقانونه، وكانت تحديات كبيرة، الكل كان مضطرب، كيف العمل، البلد ليس بأيدينا، البلد لا نستطيع، القوى العسكرية ليست بأيدينا من قوى أسلحة، والقرار الدولي ليست بأيدينا. فكان إصراره وجهاده في هذه المرحلة كان كبيرا جدا وموفق، والكل شاهد على هذه خطاباته عمله، فقد كان يوصي بالتحدي والوقوف بكل قوة، ليس بوقوف بالأسلحة، ليس الوقوف بأسلحة، ولكن قوة الإيمان المتواجدة والدليل وكثير من القضايا الإعلامية والثقافية نشرها. وكان يطالب من ضمن أول من طالب بدستور للعراق يصنعه العراقيين. هنا السيد الشهيد رسم مسارات الديمقراطية، لكن هل كانت فعلا مناسبة للظروف العراقية وأمل الشعب في أن يحكم نفسه، أم لم تكن بالمقابل غير مناسبة يمكن للمحتل الأمريكي وكان تسبب باختياله؟ طبعا شهيد المحراب كان بخطاباته يركز كثيرا، الشعب العراقي هو الذي يحكم بلدنا، وأبناء الشعب العراقي يجب هم أن يستلموا السلطة، والشعب العراقي يجب أن هو يضع
الدستور العراقي وأصر على هذه، وحتى الانتخابات للبرلمان ولرئاسة الجمهورية وللمحافظات ولكل هذه القوانين الحمد لله بعد فترة، بعد إصرار وقوة وعزيمة، ودفع ثمنها مثل ما تفضلتم، دفع ثمنها باستشهاده، ولكن الشعب العراقي فهم هذا المشروع بقوة وبنجاح، والحمد لله تمت هذه القضايا التي نراها اليوم ويعيشها العراق من قانون ودستور وأمن وبرلمان وانتخابات ورئاسة، وهذه التشكيلات المباركة للعراق كلها من تلك اللحظات. والبعض السياسيين كانوا لا يرون هذه القضية لا تنجح إلا بموافقة أمريكية، إلا بخطة أمريكية، ولكن إصراره والحمد لله. وطبعا أكيد لا ننسى المرجعية في هذه القضايا كلها وتأييدها الكامل لمشروع السيد الحكيم، استطاع العراقيين أن ينهضوا بأنفسهم ويشكلوا بلدهم بهذه التشكيلات التي كان يسعى وسعى إليها وقدم نفسه الزكية من أجلها. خادم شهيد المحراب السيد أبو ضياء الصغير، كنت ضيفا كريما علينا، شكرا لكم سيد أبو ضياء، وشكر جزيل لعضو المكتب السياسي المجلس الأعلى الإسلام العراقي السيد أمين الغزي، كان معنا عبر سكايب من ذي قار لكن للأسف انقطع الاتصال، والشكر جزيل لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.